نتأمل نجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثير منهم وصل لها الإسلام وهو كبير، ومع ذلك تجد أن كثير منهم حفظوا القرآن مع قلة الإمكانيات الموجودة في ذاك الوقت. نتكلم عن الإمكانيات المادية، مصاحف ما كان فيه، يعني مصاحف جدا قليلة يعني تنعد، عرفت؟ فالآن يعني شوف الفرق الإمكانيات، ومع ذلك تعلموا القرآن وعلموه وبلغوه في المشارق والمغارب. إذن هي مسألة يعني همم، بعد استعانة بالله همم 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 عزائم، كانت همم رجال، ها كانت همم رجال بحق، الله المستعان. لو كانوا بيعطون أعذار، والله الأعذار بتكون كثيرة مرة، يعني عذرهم أنهم كذا وكانوا كذا وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم، لو كانوا بيعطون أعذار، أعذار كثيرة، لكن لا، أولئك رجال أفعال، رجال أفعال، همم يعني ليس لها حد، همم ليس لها حد، همم يعني تتوق إلى عنان السماء. الله أكبر. أولئك القوم، أولئك قال الله عز وجل عنهم قال رجال 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 صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر. الله المستعان. حين اللي عندنا أعذارنا لو نجي نقول أعذارنا، الله المستعان. والله الدوام عندي 8 ساعات، والله عندي لهل، والله عندي كذا، والله عندي كذا. هو نفسه اللي جالس على السناب شات، لو يجلس يعد يعني كعداء كم مدة الوقت اللي على السناب شات، 2 3 ساعات، هو نفسه اللي عنده يجلس يشوف المباراة، يعني يجلس يشوفها ساعة ونص كاملة، ويجلس قبلها يقعد يعلق عليها تقريبا ساعة، وبعدها يعلق عليها 2 ساعات، هو نفسه أسبوعيا، هو نفسه اللي يقول ما عندي وقت، هو نفسه بالضبط، هو نفسه اللي ما عنده مشكلة يجلس حتى يعني ربما يجلس واقف من، يعني شوف الهمة اللي عنده في هذا الجانب، يجلس واقف يمكن 2 أو 3 ساعات على رجل واحدة، ها هو نفسه اللي يقول ما أقدر يعني أصلي أقرأ في صلاة الليل وجه وجهين، ما صعب أطول، هو نفسه اللي يجي الإمام لو قرأ وجه في التراويح قال لا يا أخي لا تطول علينا، هو نفسه. لكن يعني الله المستعان، الهمم ما تتوق، الهمم، الله المستعان. إن شاء الله أن يرحم. والله يا أخواني لو يقال واحد منا الآن، خلال لو قيل واحد منا، أنا بسألكم سؤال أتمنى تجاوبون عليه، وأدري الشباب كذا مشوا قالوا لي يعني كثير ما تضرب هذه المقارنة يا أستاذ. أنا نعم أضربها كثيرا حقيقة، لأنها موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، مقارنة بين الله المستعان رغبتنا في الدنيا وبالنسبة لرغبتنا في الآخرة وقبالنا على الآخرة موجود. دائما ضرب الأمثلة كلها، بل تحبون العاجلة تذرون الآخرة. طيب أنا لو قلت واحد منكم، أنتم تسمعوني الآن اللي الآن ما بعد حفظ القرآن، خلينا نستثني الحافظين اللي معنا، عندي اللي ما بعد حفظه ظافر، عبد الرحمن، عبد الهادي، فهد، عبد الله، زياد، حميد الله، حسام، حسن، زياد الزبيدي، كلهم ما بعد حفظوا القرآن. لو قلت واحد منهم هكذا، اسمع مني، لو قلت له تحفظ القرآن خلال، قلت له تحفظ القرآن خلال 4 أشهر فقط 4 أشهر، ولك جائزة مقدارها 100,000 ريال خلال 4 أشهر فقط، عندك 4 أشهر 120 يوم، 120 يوم، 4 أشهر 120 يوم فقط، ها تحفظ القرآن خلال 120 يوم، تحدي ولك 100,000 ريال بالفعل. أجي أوريك شيك أمامي 100,000 ريال باسمك، أقول أسلم لك تاريخ كذا إذا ختمت القرآن، اختبرتك في القرآن. هل في متوقع ناس بيدخلون بيقبلون التحدي، ولا كلهم بيقولون صعب معقولة، شايف عندنا دراسة، عندنا أشغال، عندنا دوام، عندنا كذا،
وش توقع يا شباب؟ في قبول للتحدي ولا في ناس بيقولون لا وهي صعب مستحيل 600 وجه خلال 4 شهور مرة ما راح أدخل التحدي؟ من اللي يعني يتوقع يطلع فيه دخول ولا ما فيه دخول؟ خلني أسمع منكم. ها؟ ها شيخ ظافر تقبل يا شيخ مثلا؟ خلنا نسمع الشيخ ظافر مثلا. ها الشيخ ظافر وين الشيخ؟ موجود أقول توقع يعني تطلع فيه يعني بيكون في حماس إنك تدخل تحدي زي من ذا النوع يا شيخ في 4 شهور ولا تقول لا مستحيل أصلا لا يمكن 4 شهور حفظان كامل لا يمكن؟ والله على حسب أنا يعني ما أنت بداخل أنت كيف يعني؟ لو قال الآن عملت تحدي خلال 4 شهور تختم القرآن حفظا تقدر تقبل التحدي وتدخل فيه جائزة 100,000 ريال؟ والله احتمال احتمال تفكر. طيب ها والشيخ الشيخ لبيب والله شيخ نجد الأعداد تكون قليلة يعني قليل بيقبلون التحدي هذا. اي نعم متأكد؟ اي مهما كان المبلغ يا شيخ. اظن يا شيخ صحيح صدقني يا شيخ انت شوف عدد التسجيل عندنا ما عاد خلاص عاد وين يا شيخ احنا ما نتكلم عن اصحاب الهمم يا شيخ 100,000 خلال 4 شهور صدقني يا شيخ اللي مو بصاحب همه بيطلع صاحب همه يا شيخ لبيب اللي مو بصاحب همه بيطلع صاحب همه عرفت يعني هذه تغير همم دي هذه تشعل الهمم الجائزة هذه تشعل الهمم يا شيخ عرفت فإن نقول الآن يا إخواني لو قيل لك هذا الشيء ستجد أنك متحمس 4 شهور راح تقسم القرآن على يعني 120 خلينا نقول 600 على 120 راح يطلع عندنا مباشرة يعني نقول تقريبا 5 أوجه في اليوم راح تقسم 5 أوجه هذه على الصباح وعلى العصر وعلى الليل يمكن راح يطلع لك وجهين وجه مثلا أو ربما 3 أوجه في الليل وجهين في النهار يعني راح تقدر. أنا الآن ما أقول لك اختم القرآن يا أخي خلال 4 شهور أنا الآن يا أخي أقول لك اختم القرآن خلال 2 سنين اختم القرآن احفظ القرآن فاهم علي؟ وبعدين 100,000 خلني أسألك سؤال 100,000 هذه تزول ولا ما تزول؟ يعني تنتهي ولا ما تنتهي؟ تنتهي الحسنات ما تنتهي الحسنات تأخذها وتكون سبب في دخولك الجنة ما تنتهي الجنة ما تنتهي. طيب هنا في الدنيا إذا جاتك 100,000 هل أنت معرض للمرض مثلا؟ معرض للمرض؟ نعم. هل أنت معرض للهم؟ نعم. هل أنت معرض للقلق والمشاكل؟ نعم كلها معرض لها. طيب أما الحسنات التي ستحوز عليها حفظت القرآن تريد بذلك وجه الله فهي تكون سبب في دخولك الجنة التي لا هم فيها ولا نصب ولا قلق ولا توتر ولا اكتئاب ولا مشاكل دار السلام دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لاحظت الأمر هذا. وبالتالي المفروض يعني هممنا مع القرآن تكون همم جبال هذا المفروض. والله لو أننا نستشعر الأجر تخيل هل تعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن أعظم العبادات القولية قراءة القرآن؟ هل تعلم أنهم قالوا أفضل العبادات القولية عبادة تلاوة القرآن أفضل العبادات القولية عبادة القرآن؟ يعني لو جيت أنا أقول مثلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر هل هذه أفضل أقرأ القرآن؟ قالوا قراءة القرآن لأنها تشتمل على هذه الأذكار وتشتمل على غيرها
لأن كلام الله عز وجل مباشرة صورت هذا الفضل العظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يبشرنا يقول الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه التلاوة نعم ما بالك بالحفظ ليكرر عشان يحفظ، كم يحصل من الأجور، كم يحصل. والله يا جبال أقسم بالله العظيم أنها أعظم تجارة يا أخي، يحفظه والله يحفظ، والله أنه يغبط اللي صاحب القرآن ويحفظ يوميا يسمع له مثلا نص وجه أو وجه وجه. والله العظيم أن في تجارة لو علم بها أهل الدنيا والله لنافسوه عليها، لو علموا ما يحوزه من الأجور العظيمة، ما يحصله من الراحة ومن السعادة ومن الطمأنينة بعد أن يحفظ القرآن، والله لنافسوه عليها بكل ما أوتوا من قوة. لكن الله 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 يا أحبابي أن ترفع أن ترتفع هممنا، الله الله يا مشايخ بارك الله فيكم، أن نستعين بالله، أن نكثر الدعاء، أن نقبل على القرآن. شعارنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة.